Mila, hi. Here we go. لما بتكون مغترب اكتر حد بتفكر فيه هو ولادك. تبقاش عارف المستقبل واخدهم لفين، مش عارف برضو انت ربنا هيديك عمر لحد ما تشوفهم قد ايه، خصوصا لو ولادك يعني في سن زي سن ميلا كده وهيقضوا حياتهم كلها هنا، فهيشوفوا كل حاجة. المجتمع هنا زي ما قلت مفتوح، اكيد مهما انت هتحاول تربي ولادك بس برضو في جزء كبير بيكون عليهم هم ان هم يختاروا العادات الكويسة ويكونوا هي دي الحاجة اللي بيعملوها. احنا كرجالة مهما بنحاول نربي الولاد ونقضي معهم وقت كبير، بس برضو الام بيكون ليها الجزء الاكبر في تربية الاولاد. حتى انا بلاحظ دوت كده مع ميلا، انا بكلمها بالعربي كتير بس برضو هي بتلقط من امها اكتر في الكلام، تتكلم اسباني اكتر ما بتتكلم عربي. عارفة حب كلمات عربي وعارفة حب كلمات اسباني، بس تتأثر بامها بنسبة كبيرة حتى لو انا بقضي معاها معظم الوقت. فالمهم احنا دلوقتي رايحين على البنك كده، انا قلت بقى لازم نفتح لها حساب في البنك بحيث ان هي مستقبلها يبقى مضمون. طبعا المستقبل بيد ربنا، مفيش حاجه اسمها حد يبقى مستقبله مضمون. فميلا جاهزه الاول حساب بنك ليكي. عايز ابوك يحط لك كام؟ عايز ابوك يحط لك كام يا ميلا؟ قولي حبيبي. مفيش حبيبي، بس فاخدكم ان شاء الله معانا البنك كده. معرفش هقدر اصور جوه ولا لا، بيتهيالي النسبه الاكبر هتكون لا، بس يلا كده نشوف البنك مع بعضنا او مشوار زي دوت بيبقى شكله عامل ازاي. باي. هاتي بوسه حبيبي. هاي فايف يا ميلا. هير وي جو. شطوره. ها هيت ذس وان. ولا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. يلا اشوفكم كمان شويه في البنك. ده كده البنك اللي احنا جايينه النهارده. تعتبر معظم المعاملات البنكيه انت ممكن تخلصها هنا اونلاين، يعني مش لازم تنزل البنك ولا حاجه. في ماشينز زي دي كده، ومن الماشينز دي في انت عندك اكسس لكل حاجه. بس احنا النهارده هنفتح حساب، فالموضوع يعني هيكون محتاج ان احنا نخش جنب البنك. البنوك هنا زي ما انتم عارفين الامريكان عندهم ثقافه ان هم يعملوا لاين، فكل الناس واقفه في لاين. خلينا كده نخش البنك اللي هو. طبعا مع موضوع كورونا ده قبل ما تروح اي مكان لازم يكون عندك ميعاد. احنا حاولنا نيجي قبل كده بس قالوا لنا يعني انت ممكن تقف وتستنى بس في ناس عندهم مواعيد، فاحنا قررنا ان احنا نمشي اليوم دوت. واخدنا النهارده ميعاد الساعه 1. الساعه دلوقتي مش عارف كام، خلينا نبص كده في الساعه عشان نشوف موضوع الوقت ده هنا فعلا بيمشوا بيه ولا لا. من اللي انا شايفه ده ما يتهيأليش، يعني بنك شكله زحمه. الساعه دلوقتي 1:55. هنشوف كده هينادونا امتى او الساعة كام. هاي تقريبا الست اللي هتساعدنا وصلت اهي. الساعة كام دلوقتي؟ 1 بالظبط. بص مفيش هزار هنا في الشغل، 1 يعني 1. الموضوع خد حوالي ساعة الا ربع. بص الناس هنا بتحب برضو المزيكا العالية في العربيات، مش عارف سامعين ولا لا البيز، بس المهم من الحاجات اللي محدش هيعلمها لك هنا في أمريكا هي الحاجات اللي ليها علاقة بالفلوس. يعني انت هنا لما هتخش المدرسة وهتخش الجامعة ممكن يعلموك أي حاجة ليها علاقة بالحياة، بس محدش هيقولك تصرف فلوسك في ايه وما تصرفش فلوسك في ايه. عشان كده بتلاقي ناس هنا كتير مسرفين او بيضيعوا فلوسهم في حاجات ملهاش لازمه، لان برضو نظام المعاملات الماليه هنا مختلفه عن الدول العربيه. اكيد الناس يعني اللي نفسها تسافر امريكا فاهمين. اوكي ميلا يا اخي العربيه مزعجه. اوبا الناس اللي يعني مهتمه ان هي تيجي امريكا اكيد عارفين ان هنا الكاش يعتبر يعني مش ملوش قيمه. اكيد ليه قيمه، ممكن تعرف تشتري حاجات بس كل حاجه قايمه على الكريدت هيستوري، يعني انت لازم تكون راجل ملتزم ماديا بتقدر تدفع البيلز اللي عليك. هي دي الحاجه اللي على اساسها البنوك هتقدر تديك لونز. اللونز دي انت تقدر بقى تستعملها في اي حاجه، مثلا لو انت عايز تشتري بيت، لو انت عايز تشتري عربيه. فان انت يكون عندك كريدت هيستوري قوي
دي من الحاجات المهمة قوي هنا في امريكا. هروح على البيت احس ان انا غير، مش عارف بقى نقف نجيب اكل ولا لا، بس اغير بقى وعايزين نروح الجيم. الدنيا هنا لسه فاتحة يعني في كاليفورنيا في المنطقة اللي انا عايش فيها، فانا متحمس نفسي ارجع بقى الجيم واتمرن وبتاع، لان يعني الواحد بقى له فترة مكسل. يلا بينا. طيب احنا وصلنا عند الجيم اهو، فخلينا نقعد كده قبل ما اخش ابدا اتمرن علشان اقول لكم الكلمتين اللي انا عايز اقولهم. زي ما انا كنت بحكي لكم على مخاوفي مع ميلا وقد هي بتتاثر بامها، فالموضوع ده هياخدنا لنقطه تانية وهي نقطه الجواز من اجانب. زي ما انتم عارفين يعني، او زي ما الناس اللي شافت الفيديوهات عارفين ان مراتي اجنبيه، فانا هكلمكم مع خبرتي مع مراتي. تجربتي تعتبر تجربه شخصيه، يعني انت ما ينفعش تاخدها تنقلها وتطبقها على حياتك ونفترض ان التجربه دي هتنفع، فدي تجربه شخصيه. يعني انا بقول لك من واقع خبرتي انا، وبرضه انا مش حابب انسى حد، لان ممكن من الناس اللي تكون بتتفرج عليا دي ناس تعتبر اكبر مني او ناس حتى عندهم خبره في الحياه اكتر مني، فانا اقل من ان انا انصح اي حد. بس انا هشارككم تجربتي، هقول لكم الايجابيات من الجواز من اجنبيه والسلبيات. الايجابيات يعني انا اقدر اقول ان انا مرتبها في دماغي. السلبيات انا حاسس ان هي فيها سنه ظلم للاجانب. ايه هي بقى الايجابيات؟ اول نقطه، الستات الاجانب عموما او الامريكان يعتبروا مستقلين، لان هي ست بتشتغل بتعرف تعتمد على نفسها كويس، مستقله من وهي عندها مثلا 18 سنه. ما اقصدش بالاستقلال ان هي تكون يعني سايبه بيت اهلها، بس بتكون بتشتغل، هتقدر تجيب احتياجاتها الشخصيه لنفسها، هتقدر تساعد في مصاريف البيت، فدي تعتبر اول ميزه. تاني ميزه ان جواز الاجانب مش مكلف، تمام؟ ممكن الموضوع ده يكون ليه علاقه بالعادات والتقاليد شويه. احنا عندنا العادات والتقاليد ان مثلا البنت لازم يجي لها كذا وكذا وكذا، او مثلا حتى لو البنت مش عايزه حاجه بس اهلها بيقارنوها ببنت خالتها، او هي البنت ذات نفسها ممكن تكون بتقارن نفسها باصحابها، هي مثلا عايزه ما يجيلهاش حاجه اقل من صحابها، عايزه ما يتعملش فرحها في قاعه مثلا اوحش من القاعه بتاعت صاحبتها. الاجانب بالعكس، يعني انت مثلا ممكن دبله واحده خلاص هي هتقبل تتجوزك، مش هتحتاج اكتر من كده. وممكن مثلا انتوا تخططوا ان انتوا عايزين تحوشوا الفلوس دي تبتدوا بيها البيت مع بعض سوا مثلا، او تدفعوها كمقدم ايجار، او حتى تسافروا بيها مثلا تقضوا شهر العسل في حته تانية. طيب في نقطه كمان او ميزه كمان، الست الاجنبيه لو حبتك مش هتبص بقى لكونك عربي افريقي مسلم او مسيحي، او حتى كونك هندي او صيني، مش هيفرق معاها. حتى ممكن ما يفرقش معاها ان كنت شخص غني او مش غني، شغال وظيفه كويسه او مش شغال وظيفه كويسه، يعني هي مش بتبص على الجزء ده خالص. هي لو حبيتك هتتجوزك زي ما انت ايا كان وضعك. لاني برضو كان انا فاكر ان حد كتب كومنت قال ان هو الاجانب يعني ما بيحبوش يتجوزوا اصلا غير العرب الاغنياء. المفاجاه بقى ان انت لو وقفت حد مثلا هنا امريكي ده معدي في الشارع وقلت له قول لي خمس دول عربيه هو مش هيعرف. يعني انا بتفاجئ ان انا بلاقي معظم الامريكان فاكرين مثلا الايرانيين بيتكلموا عربي، او حد من افغانستان بيتكلم عربي، فهم ما يعرفوش اصلا العرب، يعني عشان يفهموا هم اغنياء ولا مش اغنياء. فالمهم اكيد في ناس ماديه، يعني مش بنكر الموضوع، بس الاغلب لا، يعني الناس معظمها هتتجوزك لذاتك، هتتجوزك علشان بتحبك وبس. نقطه كمان او ميزه كمان، اسهل طريقه ان انت يعني لو اتجوزت وربنا كرمك وقدرت تيجي، هي دي بتبقى اسهل طريقه ان انت تاخد الجنسيه. يعني انت مثلا لو حتى قدمت على هجره عشوائيه وادوا جرين كارد، بتقدر تقدم على موضوع الجنسيه بعد خمس سنين. لو انت متجوز الموضوع ممكن ياخد منك 3 سنين بس وتقدر تقدم على الجنسيه. ميزه كمان برضو، لو انت جيت على مراتك، مراتك هتكون عارفه البلد، هتقدر تنصحك، انت جوزها فهتقدر تنصحك نصيحه يعني تنفعك او تفيدك، هتحطك على اول الطريق الصح، وانت بعد كده تبدا تعتمد على نفسك. يعني ممكن تقول لك والله الشركه دي كويسه اقدم فيها، يعني هتبدا تشاور لك على اماكن او على حاجات انت ممكن تعملها او غلطات انت كنت ممكن تغلطها تكلفك كتير، خصوصا المعاملات الحسابيه والمعاملات البنكيه والقوانين وكل حاجه هنا مختلفه عن بلدنا يعني. وفي ميزه كمان ان هي تكون بتسوق، فتقدر مثلا لو انت عندك انترفيو او انت عندك مثلا ميعاد تساعدك في كده. طب دي كده كانت الايجابيات، انا مش لاقي حاجه تانية ازودها. لو افتكرت حاجه مثلا انت او انت شايف من وجهه نظرك ان في حاجه كمان ايجابيه ممكن تكتبها لي في الكومنتات، بس انا ده من واقع تجربتي، دي الحاجات الايجابيه. الحاجات السلبيه بقى انا بشوف ان فيها جزء كبير، في نسبه ظلم كبيره احنا بنحطها على الاجانب، على الطرف الاجنبي، عشان كده معظم الجوازات بتفشل بنسبه كبيره. يعني النسبه دي ممكن تكون مخيفه، نسبه 85 او 90% الناس اللي بتتجوز اجانب بتفشل. الموضوع دوت لاسباب متعدده، يعني اول حاجه الناس اللي هي بتتجوز علشان تاخد الجنسيه بس، تمام؟
والشخص اللي بيتجوز علشان ياخد الجنسيه بس دوت او مثلا يسافر بس، هو مش بيكون فارق معاه اللي هيتجوزها دي عندها قد ايه، عندها 50 سنة ولا عندها 60 سنة ولا عندها 70 سنة، هو مثلا عنده 18 سنة. يعني مثلا بتلاقيهم اغلبهم بيتجوزوا مثلا واحدة اكبر منهم بنسبة كبيرة. انا مش ضد موضوع ان حد يتجوز حد اكبر منه او اصغر منه، وزي ما قلت انا مش بنصح حد، يعني انا اقل من ان انا انصح اي حد، بس انا بقول لكم وجهة نظري. يعني انت حتى لو هتتجوز واحدة حاول ما يكونش فيه فروقات سنية كبيرة، بمعنى يعني ما تكونش انت عندك 18 سنة وعايز تتجوز واحدة عندها 45 سنة، ما يبقاش انت شاب عندك 25 سنة وعايز تتجوز واحدة عندها 75 سنة. ممكن تسافر، اكيد ممكن تسافر، يعني لو انتوا اثبتوا حسن النية في الجواز هتقدر تسافر، بس انت لو حاطط في دماغك ان انت اول لما هتوصل هتقول لها يا حاجة مع السلامة وتخلع، فانا احب اقول لك ان التفكير ده مش صح، التفكير ده مش مظبوط، لان انت اول لما هتيجي هنا بيدوك جرين كارد سنتين، تمام؟ والجرين كارد اللي بتاخده ده بيكون مشروط بجوازك من الامريكية، تمام؟ فانتوا اتجوزتوا بقالكم سنتين، عندكم اولاد مع بعض؟ لا. طب عندكم حسابات بنكية مشتركة؟ طب مأجرين سوا؟ طب يعني هيطلبوا منك اوراق تانية او معاملة تانية، وبعد ما تخلص الجرين كارد اللي هو سنتين دوت هيدوك واحد تاني لمدة 10 سنين، وزي ما قلنا من اول 3 سنين تقدر تقدم على الجنسية. فلو انت متجوز واحدة عشان تاخد الجنسية وفاكر ان انت هتخلع، فبرضو ده تفكير مش مظبوط. انا مش هقولك صح ولا غلط، بس هقولك التفكير دوت مش هيخدمك هنا، ورقك مش هيخلص مش هيكمل هنا، الناس ممكن تستغل وضعك. لو انت وضعك مش مظبوط مش هتقدر تشتغل شغلانة محترمة، مش هتقدر يبقى عندك تأمين، مش هيقدر يبقى عندك معاش، هتروح تشتغل الشغلانات اللي هي الكاش بس في مطاعم مثلا او مع ناس تعرفهم، والناس دي هتكون عارفة وضعك زي ما قلنا، وهتستغلك. بدل ما الساعة مثلا ب$10 مثلا هيدوك $5، بدل ما الساعة ب$16 او ب$17 هيدوك $6. لو كلوا حقك انت مش هتعرف حتى تثبت حقك. فانت اول نقطه في امريكا هنا ان انت تكون ورقك مظبوط، تبقى ماشي كده يعني ماشي كل حاجه قانوني عشان ترتاح في البلد، علشان ما تتعبش وما تتمرمطش. ساعات تبقى فاكر ان انت قد المرمطه بس انت ما بتحسبش الخطوه اللي بعد كده. ايه سلبيات تانية او ايه وجه الخلافات التاني اللي بيبدا مع الاجانب؟ انت لما تكون متجوز واحده اجنبيه مثلا وراجل شرقي وفاكر ان الست دي هتبقى بتعمل مثلا نفس اللي هم كانت بتعمله لك، بتعمل لك الاكل وبتغسل المواعين اللي هي بتعمل كل حاجة. لا، هو الجواز من الاجانب كله قايم على المشاركة، يعني انت لازم تبقى فاهم ان الست زي ما قلنا قبل كده عاملة، فهي اصلا مشغولة وانت برضو مشغول، فلازم يكون في سنة اللي هو ايه توافق، ان انت تعمل حاجة وهي تعمل حاجة، انت تطبخ يوم وهي تطبخ يوم، انت تساعدها في غسيل الاطباق، تساعدها في تربية الاولاد، مش كل حاجة تبقى على كتفها. انا بشوف برضو ان ده يعتبر غلط من امهات الشباب او من امهات الرجالة اللي هي معودة ان هو ما يعملش حاجة بنفسه، يعني هي اللي بتعمل له كل حاجة او اخواته البنات اللي بيعملوا له كل حاجة. ايه نقطة خلاف كمان مثلا بتحصل؟ انت مثلا لو متجوز واحدة وفي بينكم فروقات فكرية كبيرة، يعني انت مثلا متجوز واحدة هي مش مسلمة، حلو، متحررة مثلا، بتلبس لبس ما تناسبش مع تقاليدنا وعاداتنا، تمام، وانت بتكون فاكر ان انت هتتجوزها ومع الوقت هتقدر تغيرها. انا احب اقول لك ان الموضوع ده مش هيحصل، انت حاول تختار الانسان المناسب ليك من البداية، ما تكونش عايز تغير في اي حاجة، لان الموضوع ده بيحصل كتير قدامي ومن تجارب انا شفتها مع اصحابي. يكون متجوز واحده مثلا هي مش مسلمه، تمام، وتقول له يا حبيبي خلاص انا اسلمت علشان، مع اول خلاف تقول لك والله لا خلاص انا مش عايزه ابقى مسلم، او مع اول خلاف تلاقيها مثلا عايزه تعمل عاداتها وتقاليدها اللي هي متعوده عليها، وانت برضو مش هتقدر هنا تجبرها ان هي تعمل على مزاجك، لان القانون بيحمي السيدات بشكل كبير، لو بيحمي الاطفال اول حاجه، بعد كده السيدات، بعد كده ممكن الحيوانات، واخر حاجه بتيجي في السكه خالص الرجاله، الرجاله مضطهدين في كل حته. فهو ده الوضع هنا، مش هتقدر تزعلها، مش هتقدر تضربها، لو عملت حاجه من الحاجات دي ممكن تتحبس، يعني انت اصلا مش هتستنى لحد ما يتبلغ عليك، يعني لو الجيران سمعوك ان انت بتزعق لمراتك او اي حاجه ممكن تلاقي حد يكلم البوليس ويجولك، او ممكن يشاهدوهم، او ممكن يشاهدوا الاولاد في حاله ان انتوا كان عندكم اولاد. في مشاكل تانية بتيجي بعد بقى ما انتوا يكون عندكم اولاد، المشاكل دي بقى ممكن تبدا بابسط الحاجات، يعني حاجات انت مش متخيلها، يعني مثلا انت عايز تسمي ولادك اسماء مثلا شرقيه، عايز تسمي ولادها اسماء تانية، او بتقول لك مثلا الاسماء دي الناس مش هتعرفها هنا مثلا. الموضوع بيبدا بمشاكل صغيره، المشاكل دي بتبدا تكبر لحد ما توصلوا لحرس سد، والحرس سد دي بقى خلاص هي الست مثلا الامريكيه هي زي ما قلنا معتمده على نفسها بشكل كبير، وما عندهمش فكره اللي هو انا حابي على بيتي وحابي على جوزي وحابي على عيالي. إيه لو حست ان هي مش مرتاحه معاك في اي وقت من الاوقات هتقول لك خلاص احنا مش هينفع نكمل مع بعضنا، ومن هنا بنخش في مرحلة الطلاق، أو في مرحلة اللي كل شخص يعني أو كل فرد بيروح لحاله. دي كانت
السلبيات والإيجابيات اللي أنا شايفها من وجهة نظري الشخصية. الموضوع زي ما قلت هو مش دعوة لأي حد إن هو يتجوز من أجنبية، أو إن أنا مثلا بعيب في السيدات المجتمع العربي، أو إن أنا بقارن ست عربية بست أجنبية. حاشا لله، أنا ما بعملش كده، أنا بس بشارككم تجربتي أو خبرتي بحيث إن اللي يشوف الفيديو دوت يقدر يستفيد. بس كده، هو الفيديو لحد هنا خلص، عشان أنا عارف إن الناس مشغولة والناس بتزعل لما بنطول في الفيديوهات. يا رب يكون كله استفاد، أو يا رب أكون يعني قدرت أوصل معلومات أو حبة حقائق الناس مش عايزة تقولها لك، أو الناس مش حابة تتكلم فيها. لو حابين نتكلم في حاجات أكتر من كده ممكن تسيبوا الحاجات اللي أنتوا عايزين نتكلم فيها في الكومنتات. يلا، السلام عليكم.